السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، إن دلائل ربوبية الله تعالى ودلائل وحدانيته في ألوهيته كثيرة لا تحصى. فالسماء ذات الأبراج، والأرض ذات الفجاج، والبحار ذات الأمواج، كلها تدل على قدرة الله تعالى وجبروته وملكه وقوته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهو سبحانه الذي يمسك السماء أن تقع وسواها فوقنا ورفع، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهو الذي بسط الأرض وثبتها بالجبال وأرساها، فلا يقدر على دوام الأرض والسماء وإبقائهما إلا هو،
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فما أعظم قدرة الله العزيز الجبار، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد القهار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أيها المسلمون، حين يعلم المسلم أن الله تعالى سخر له الكون كله وما فيه لحكمة بالغة وغاية عظيمة، ألا وهي إفراده تعالى بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالواجب عليه أن يوحد الله ويرجوه ويعبده بأنواع العبادات ولا يعصيه. فمن تفكر فاتقى الله ووحده، فمن تفكر فاتقى الله ووحده أثابه الله وشكر له فأدخله الجنة ورحمه. ومن عاند وتكبر عاقبه الله تعالى في الدنيا، وفي الآخرة عذابه أشد وأكبر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، وإن من حكمة الله تعالى في خلقه أن يغير من أحوال هذا الكون المعتادة ما به يتذكرون وإلى ربهم يرجعون، وخصوصا عند تغير أحوال العباد من الطاعة إلى المعصية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة رحمه الله: إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، رواه ابن جرير. فمن هذه الآيات ما يمر بنا عباد الله وبغيرنا من الرياح الشديدة، وما يحصل من زلزلة الأرض واهتزازها وغير ذلك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله به العباد. فالمؤمن يخاف أن تكون عذابا فيعتبر ويتوب ويرجع ويؤوب. وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم حين تكون مثل هذه الآيات. فقد قال أنس رضي الله عنه: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، أي مخافة أن تكون الريح عقوبة. ولما كسفت الشمس في حياته صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده،
رواه الشيخان. فهذا حال المؤمن مع هذه الآيات، فيخاف أن يصيبه ما أصاب الأمم قبله، فقد عذبوا بمثل ذلك من الرياح والزلازل. قال تعالى: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المؤمنون، يجب علينا عند الزلازل والحوادث الكونية أن نكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع، ونفزع إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة والصدقة. فقد أخبرنا الله تعالى أن الفساد وانتشار المعاصي والمنكرات من أسباب تغير أحوال البر والبحر، وظهور الآفات والأوبئة والأمراض والزلازل وغيرها. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال السعدي رحمه الله: فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نسأل الله أن يعاملنا بلطفه. فانتشار الذنوب والمعاصي عباد الله، وعدم إنكارها، والأخذ على أيدي السفهاء المعلنين بها من موجبات البلاء وكثرة المصائب والوباء، وخصوصا الربا والزنا وتحكيم غير شرع الله تعالى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وقارن هذا في زماننا الحالي أيها الأخ الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بمثل هذه الزلازل والآيات، ولنتب إلى رب الأرض والسماوات، ولنتذكر قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه
فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المخطئة بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله المؤمنين، إن هذه الزلازل لتذكرنا بيوم القيامة وقربه، فكثرة هذه الزلازل أخبر صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري. فمن أيقن بقرب الساعة وعلم ما فيها من الأهوال وعظائم الأحوال عمل لما بعد الموت، واستعد بالعمل الصالح، وقدم الطاعات، واجتهد في البعد عن المعاصي والسيئات. فزلزلة الساعة أمر مهول وخطب جليل. قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فلنأمر بالمعروف، ولننهى عن المنكر، ولنترك المعاصي والمنكرات، حتى لا يعمنا الله بعقاب من عنده. فإن الذنوب والمعاصي تجلب العقوبات. فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي الفسوق والفجور. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن قلوبنا ليعصرها الألم على ما حل بإخواننا في سوريا وتركيا من هذه الزلازل التي قدرها الله تعالى عليهم. فينبغي مد يد الدعاء والعون لهم، فمصابهم عظيم وخطبهم جسيم. ونذكر هنا بأن من مات بسبب سقوط البنيان عليه فله أجر الشهيد عند الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المتضررين في كل مكان. اللهم ارحم ميتهم وتقبله، واشف مريضهم وآوهم يا رب العالمين، وارحمهم برحمتك الواسعة، وثبتهم يا أكرم الأكرمين، وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية،
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ووفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لما تحبه وترضاه، وأطل في أعمارهم على طاعتك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، لا تجعلوا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.